بالنسبة لي محمد منير ده قصة مش فاهمها لحد النهاردة، بحاول أفهمها. هفهمك ليه. لما جالي كذا حد وأنا بلحن عايز أغاني ستايل عمرو دياب، لما عملتها له نجح. لكن لو جالي حد طلب مني حاجة زي محمد منير أنا هبقى واثق إنه هيفشل. فدي حاجة محيرة بالنسبة لي، إنه عارف يعمل مدرسة هو وبس اللي فيها، ما ينفعش حد يدخلها.